الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين، وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين. حضرات السيدات والسادة، إن خير ما نستهل به هذا الجمع الطيب المبارك تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا فضيلة الفقيه الجليل سيدي عصام مصبيح إمام مسجد الرحمة بتلمذان، فليتفضل مشكورا موفقا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان المباركة. بارك الله فيك وجزاك الله خيراً.
أما بعد سيدي عالي الإقليم صاحب الجلالة على إقليم تندان، سيدي الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى والمديران المرافقان لسيادتي، سيدي رئيس مؤسسة سوس للمدارس العتيقة، سيدي رئيس مجلس العلم المحلي لإقليم تندان، سيدي مندوب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لإقليم تردان، سادتي فقهاء مدارس العتيقة وطلبتها، سادتي رؤساء المجالس العلمية، سادتي رجال السلطات الإدارية والأمنية، سادتي المنتخبين الجهويين والمحليين، سيداتي وسادتي، أحييكم جميعا بتحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. دكتور مصطفى المسعودي الكاتب العام لمؤسسة سوس للمدارس العتيقة. السلام عليكم. إذا تنظم مؤسسة سوس للمدارس العتيقة موسمها التاسع للمدارس العتيقة بمدينة تارودانت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة نصره الله، وعنوان هذا الموسم، العنوان الذي اختارته المؤسسة للأنشطة العلمية، هو الإسلام دين الوسطية والاعتدال. ويتضمن هذا الموسم العديد من الأنشطة العلمية والاجتماعية والثقافية، وتتضمن محاضرات وندوات وكذلك لقاءات مفتوحة وزيارات ومسابقات بين المدارس العتيقة المختلفة. والغرض من تنظيم هذا الموسم الذي يعتبر موسما متميزا ليس له مثيل في المغرب، مدة 8 أيام تلتقي المدارس العلمية العتيقة من مختلف ربوع المغرب للتنافس وللتواصل ولتبادل التجارب، مما يفيد هذه المدارس التي كان لها دور فعال في التاريخ العلمي للمغرب، وسيكون لها كذلك تاريخ مشرق ومستقبل مشرق بفضل العناية السامية لصاحب الجلالة نصره الله عليها، ولما تبذله المملكة المغربية من رعاية كبيرة في هذا المجال. وفي الختام أجدد الشكر لجميع الحاضرين وجميع المسلمين، بارك الله في الجميع وجزاكم الله خيرا. الآن أيها السادة، وصلنا إلى آخر فقرة من فقرات هذه الجلسة الافتتاحية، وهي فقرة الختم بالدعاء. أيها الفضلاء، يقول الفضيل بن عياض: من كانت له دعوة مجابة فليجعلها لأمير المؤمنين. ننادي على فضيلة الفقيه سيدي الحاج حسن زكار ليختم هذه الجلسة بالدعاء لأمير المؤمنين، فليتفضل مشكورا موفقا. بسم الله تعالى ندعو ومنه سبحانه ونصلي بالمجابه والقبول. اللهم انك امرتنا بالدعاء وضمنت الاجابه. اللهم انا ندعوك ونطع اليك، نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلته في كتابك، او علمته احدا من خلقك، او استاثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل العرش العلوي ظلا ظليلا، وأن تحفه بأطلافك بكرة وأصيلا، وأن تحفظ الجالس عليه مولانا الإمام وذلك
الذي سد له الله تعالى قولا وفعلا، وانقاد له ملك آبائه الكرام، وكان له أهلا، فسمى به عرش الخلافة، وسلمت بسياسته سقوط الضعيف والمسكين من المخافة، فرع الدوحة النبوية التي عم خيرها الأنام، وغصن الروضة المحمدية الذي في ظل أمنه أنام الأنام، مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين وصيغ الرسول الأمين صاحب الجلالة والمهابة، مولانا محمد السادس دام له العز والنصر والتمكين. اللهم أسعد مولانا بهذا القرآن الكريم سعادة تجمع له حظوظ الدنيا والآخرة، وأفض عليه من فضلك الكامل الوافر المديد ما تكون به الانتصارات لديه متضافرة، ومتع اللهم بوجوده الوطن والمواطنين والإسلام والمسلمين، وأعنه على ما كلفته من أمور الدنيا والدين، واجعل سيرته بصلاح العباد والبلاد مشهورة، ونفسه ببلوغ آماله وأغراضه مسرورة. اللهم احفظ مولانا بما حفظت لي اسمك الأعظم وكتابك الأكرم، إنك على ما تشاء قدير الإجابة جدير. اللهم احفظه أينما حل وارتحل، وحقق على يديه الكريمتين ما يصبو إليها الشعب الكريم. اللهم أقر عينه بسمو ولي عهده الحبوب سيدي ومولاي الحسن، واشدد أزره بسمه السعيد المولى الرشيد، واحفظه في سائر أفراد أسرته الملكية الشريفة وباقي شعبه الوفي. اللهم تغمد برحمتك الواسعة مولانا الحسن الثاني، وارحم مولانا محمد الخامس، وارحم شهداءنا الأبرار وشهداء المسلمين في كل مكان، وارحمنا وارحم والدينا، وارحم من علمنا، وارحم موتانا، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع الرضا والقبول، اللهم تقبل فيه النفقات، وتقبل فيه الزيارات، وانجح فيه المساعي والخطوات، اللهم اقم فيه عثرات، واقض فيه الحاجات، وارحم فيه الاموات، واشف فيه العلات، واصلح فيه الذريات بجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين. اللهم انا نسالك رحمه تعم الحاضرين والغائبين من امه سيدنا محمد اجمعين، رحمه في القلوب، ورحمه في الابدان، ورحمة في الأخلاق، ورحمة في الدين وفي الدنيا والآخرة. اللهم اسق عبادك وبهيمتك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهيمتك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهيمتك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت. اللهم استجب دعاءنا، وحقق رجاءنا، فإنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسوله النبي الأمي وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.